العواف يا فلا. يا هلا 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 ابو عدنان. شو اللي سمعته؟ انت كيف وافقتي على طلب؟ شو ساوي يا ام عدنان؟ اوافق على طلبه ولا يصير شعر راسي قطن بيضة وانا قاعدة لحالي؟ هو طول النهار والليل عند ست الحسن فوزية، وام عثمان راحت عندي ابنها. بس هذا ما هو عدل ولا انصاف، ما بيجوز يحرمك من حقك. اغسل يديك وقومي معي. قومي قومي قومي، بدي اروح احكي معه. بدك اياني اروح عند فوزية واسمع لك كلمتين؟ لا 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 يا اختي ما بروح. يا خيتي فوزية بتقدر تحكي معنا وهو قاعد؟ ابو عثمان اللي بتعرفيه زمان راح اتغير. معك حق، ابو عثمان زمان ما بيحرم اخته من حقها. وشو بدك؟ ليه جاي هون؟ بدي احكي معك. انت وافقت تتجوزني فلحه ولهسه ما صار شيء. انا بدي اعقد العقد واتجوز. هو اللي بده يتجوز بنات الناس بقف على الابواب؟ وين الجهه اللي بدها تخطب؟ جاهه؟ ما لقيت حدا يستاهل يمشي بجاهتي. انت جاهتي يا مختار. انا طول عمري وانا عايش عندكم، وانت ولا واحد يخطب لي. طيب روح حضر حالك وجيب العقاد وسبقنا على المضافة. يلا روح. حاضر. وين الشود؟ هذا الحج سلامة وبالرأي. تفضل. هذا نادي لي فلحة. كيف حالك يا زهرة؟ الحمد لله، هيني مشغولة بالمدرسة. وشو ناوية تدرسي بعد التوجيه؟ يعني مفكرة أتوظف معلمة. طيب ليش ما بتزوريني في بيتي؟ انت ليش ما بتزورينا؟ ولا ما عندك وقت؟ اي هو المختار بيسمح لي اروح ولا اجي؟ طول النهار محبوسة في بيتي. ابقي تعالي بنقعد وبنتسلى. ان شاء الله. عقد العقد؟ يا مبروك يا خيتي، يا مبروك يا مبروك يا حبيبتي. مبروك يا مبروك يا بشوفك ما انتيش فرحانه مثلي. فرحانه بس زعلانه. ايه ليش؟ لانه ما صار لنا فرح مثل الناس، ولا زغروتي ولا غنيوه ولا شباب تذبش قدام الدار. ولا يهمك، انا برقص لك وبغني لك، المهم فرحنا احنا. هبات هبوبة شمالي برده شيني ما تدف يا النار لو حنا شعلناها، ما يدف يا اللحظ مريوشة العيني، كل ما عطشنا شربنا من ثناياها. منو اللي جاي علينا بهالوقت؟ مساء الخير. الله لا يجيبك، شو اللي جابك بهالوقت؟ ان شاء الله جاي تنام عندي. هو انا مجنون؟ جبت لكم عشاء، انتوا عرسان واكيد ما عندكم اكل. جبت لك راس ومعه معلق. تفضل. الله يسعدك يا ابو الرهيب. اتفضل اتفضل اتعشى معنا وبعدين روح. لا معلش انا تعشيت بخاطرك. يسعد لي اياك يا ابو الرهيب.
آخ 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 آخ. وين بدي أروح؟ وين بدي نام؟ إذا شافتني الدورية بحبسوني. في عندك أسرار؟ كم ثمنه؟ ربع ليرة. تفضل. يعوض عليك عم. السلام عليكم. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك سيارة من مصر؟ يسلم ايديك. هذا أكيد من أخوي عدنان. سامي، خذ هذه الرسالة وصلها لما كركا، قل لها عمي بمر عليك كل مساء مشان يسمع أخبارك. اركض. حاضر عمي. أخ 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 أخ. جيت أبارك لك. سمعت الطلاب صافين على الدور على الباب. قلت أجي أشوف مشان أفتح مكتبة ولبي حاجات الطلاب. أنت شو بدك مني ها؟ يوم كنت فاتح الدكانة جبت أبو سليمان وفتحت له دكانة جنبي مشان تضارب علي. هسا جاي تشوف الشغل وبدك تفتح مكتبة مشان تضارب علي؟ الشغل ما بي مضاربات، اللي معاه مصاري بيعمل كل شيء. اسمع أبو السعيد، اسمع. أنت متنمرد على الكل لأنك مش ملاقي مين يوقفك. علي ومن ذراعي إذا قربت جنبي وفتحت مكتبة مشان تضارب علي لك تلقى الموت. وساويها وشوف إني قد كلامي ولا لا. مليح اللي أجيت مشان أتسلم هج. طول ما أنا قاعدة وعقلي بودي وبجيب مش عارفة شو بدي أساوي. تعودت على المشي والشغل مش عارفة أقعد. يما يما جانا مكتوب من عدنان. من عدنان؟ يما يما حسن ريحته. يما ريحة عدنان يا بس الله يفرحك بيه ويرجعه سالم غانم. يا ربي شو بده يصبرني لما تيجي زهرة من المدرسة وتقرا قدامي. هاتي هاتي أنا بقرا. لا يما خليني لما تيجي زهرة أحسن. ما بدك تقرا؟ طيب أنا بدي أرجع الشغل عند عمي. روح روح عند عمك. زهرة بتفهمني اللي بيه، بتفهمني كل شي بيه. إن شاء الله إن شاء الله. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بالعريس. شو؟ ليش ترك العروس وطالع؟ ولا أظل قاعد بالدار. هات وزن لي رطل رز ورطل سكر وبوكيت شاي وبوكيت قهوة وملح. وشو طلبت مني كمان؟ بندورة وبطاطا. شو بشوف ما عندك خضرة؟ ليش ما بتجيب خضرة؟ انفضي بطل بيع، جيب انت محله. تكرم. بكرة بجيب خضرة تكرم. قديش بطلع حقن هذول؟ هذول نقوط مني إلك. 20 قرش نقوط؟ خلي نقوطك لك. الله يرحم أيام زمان. ما هو أنت ما سويت عرس ولا ذبحت ذبايح حتى أجي أنقطك. وليش أذبح ذبايح؟ ما هو موت وعرس الفقير ما حدا بيحضره. وزل لي إياهن مستعجل، خليني أروح أجيب خضرة. حاضر حاضر. تفضل. يا الله يا مختار، أنت جايبني هون ليش؟ البيت فاضي وما بي غيري وغيرك. مشان أخذ راحتي معك بالكلام. اللهم اجعله خير. سمعت تكون زعلان من فوزية. لا مش زعلان، بس فوزية مصاريفها كثيرة وطلباتها أكثر وأنا مش ملحق عليها. بدي إياك تحكي معها تخفف من المصروف الزايد وتقضى بإيدها شوية. يا مختار ليش ما تحكي معها أنت؟ أنت جوزها وطاعتك واجبة. أنا حكيت معها لكن ما سمعت كلامي، وأنا ما بحب أكسر بخاطرها ولا أزعلها. بحكي معها وبكسر رقبتها كمان. وبي شغلة ثانية بدي أحكيها معك. شو هي؟ قول. البيت اللي ساكنة بيه
بدفع أجاره لأبو السعيد والشهر على الباب فتح غمض وإنه خالص، وانت شايف البيت هذا قديش كبير وشرح وفاضي. فلحة تجوزت وراحت لدار جوزها وام عثمان بدار ابنها، ليش ما تيجي تسكن هون وتوفر علينا أجار البيت؟ انتو لما طلبتوا مني أسكنها لحالها عشان كانت تتهاوش مع فلحة وام عثمان، هسع ما بي حدا، البيت إلها لحالها. أنا الليلة باجي أسهر عندكو وبحكي معاها قدامك. بس ما بدي تفهمها إني شكيت لك، احكي معها كأنه الحكي منك أنت مش مننا. لو ايش خبيتيها؟ اقريها، بدي اسمع شو مكتوب بيها. يما هذه ورقة امتحان يما. كمان ورقة الامتحان بتخبيها عني يا زهرة؟ طيب اقريها، خلينا اسمع شو مكتوب بيها. بتفكريني هبلة ومش عارفة؟ يما انتي ما بي بنت بتخبي على امها، وما بي ام ما بتحب الخير لبنتها. طب شو رايك انتي يما؟ رايي انك تقري وتنجحي بالتوجيه وبعدها فرج. طيب ليش ما جبت امي وخواتي معك ياوا؟ يمكن يلحقوني بدريش. طيب يلا يا مختار روح جيب لنا عشاء على البدري. حاضر. لا يا مختار اقعد، ما بدنا عشاء. لا لا ما بصير، لازم نسوي لكم عشاء. وشو اجيب يا فوزية؟ بلاش اقعد اطبخ بهالليل، جيب لنا كباب وشقف ولبن وخبز. وشو هذا الكباب وشو شقف؟ هذه يابا لحمة مشوية على الفحم، زاكي كثير كثير بتشهي. وقديش بيطلع حقهن؟ وانت شو لك بحقهن يابا؟ حق خروف. يابا هذا تبذير، والمبذرين اخوان الشياطين. انت قاعده بتبذري بمال جوزك، اشي على الشرايط واشي على الصالونات واشي على اللحمه، مش مقدر انه جوزك طالع من خساره كبيره. والمره اللي ما بتقدر مال جوزها وبتحافظ عليه بتكون قليله اصل، واحنا يابا مش قليلين اصل، احنا قليلين مال. وعمر الفقر ما خلى بني آدم قليل أصل، ولا عمر المال رفع لقليل الأصل أصله. أنا بصرف مثل ما هالستات اللي مثلي بصرفن يابا. شو اللي مثلك يا فوزية؟ أنت قدامي طلبت منه يروح على المطاعم يجيب أكل بدل ما تطبخي هون بدارك. غلطت وقلت قدامك. بعدين ليش ما ترجعي على دار المختار ما دام أخته تجوزت وما في حدا بالدار؟ هو اللي حكى لك مش هيك؟ أنا من ساعة ما شفتك يابا قلت أبوي مش جاي يسهر عنا لله، أكيد في ورا جيته إشي. أنا جاي أسهر لحالي وما حدا حكالي، بس الإشي واضح قدام العين. هذه الدار ليش مستأجرينها ما دام بيه دار كبيرة وشرحة وبدون أجار؟ وشو بضمن لي بعد ما أرجع أسكن هناك ما ترجع عم عثمان ويمكن فلحة كمان؟ حدا بيقدر يطردهن؟ لا أنا من داري هاي ما برحل يابا، والمصروف اللي بصرفه هو راضي بي وبيقول لي ايش بدي كطلبي، والكباب هو اللي بيجيبه واللي انا شو بعرفني بي. يعني ما بكفي ظلمتوني وجوزتوني لواحد اكبر منك يابا، كمان بدكم اياني ارجع اعيش مثلي مثل الختيار ام عثمان؟ لا يابا، انا من حقي اعيش شباب اللي انضفى مع واحد ختيار مثله، مشان هيك بده يصرف علي غصب عنه. ولا ليش يتجوز وحدة قد بناته إذا مش قادر يلبي لها طلباتها؟ أنا عارفة إنه هو اللي حكالك مشان تيجي تحكي معي الليلة، لأنه قال لي قبل هيك وأنا رفضت. لكن أنا الليلة مروحة معك يابا، مروحة معك وما بدي إياه، ما بدي إياه ولا بدي عيشته ولا بدي مصروفه. لا، بتظلي بدار جوزك.
ما بدي اياه يما، ما بدي اياه، طلقوني منه. كيف انطلقك منه عاد؟ هو على كيفك يعني؟ يما يما هذا اختيار، انا مش قادره اتحمله. ليش وافقت عليه من الاول؟ وافقت عليه من شانكو يما، من شانكو، بس هسه خلص بطلت، بديش اياه. مش على كيفك. اذا كان جيستش منه غلط، طلاقك منه اكبر غلط، والغلط ما بتصلح بغلط. الناس ما رح يرحموك، رايحين يقولوا لو المختار ما شاف عليها اشي ما طلقها. هذا غير مراقبتهم إلك، وانتي رايحة وانتي جاية. بعدين يا بنيتي البنات ما هم سالكات، شلون عدل الطلقات؟ وين الشاب اللي بده يتقدم لك؟ مش راح تلاقي غير واحد أرمل عنده أولاد ولا ختيار مثل المختار. بعدين الزلمة مش مقصر معك، بتلبسي أحسن لبس وعايش أحسن عيشة، وطلباتك كلها أوامر، بكفي إنه بحبك. بعدين إيش بيها لو طلب منك تخففي المصروف؟ مش هذاك الغلط اللي عشانه تطلبي الطلاق وتخربي بيتك بيدك؟ بدل هالمصروف الزيادة حوشي. بكرا صار ما صار إله بتلاقيه. أنا ما بدي إشي يما، ما بدي إشي غير إن أعيش حياتي. شو هذا اللي سمعته؟ قال فوزي يا ست الستات زعلاني؟ حلا جابت يوم كامل، ساعديني واحكي معها. بالاول اعرف شو الموضوع وليش فوزية حبيبة قلبي زعلانة. قال بده اياني ارجع اسكن مع عثمان وفلحة. شو؟ هذا حكي ما بصير. الاول وشرط اخره رضا. المختار وعد انه يستتك ويدللك، ليش رجع بكلامه؟ مش قادر يعيشني يا ام كامل، طلع فرق علوز فاضي. مش على خاطره، مش على خاطره. اسمعي يا حبيبتي، انت تجوزتي وهو قد ابوك عشان ماله، لا تردي عليه. اللي بده يصير جمال لازم يوسع باب داره، بنات الناس مش لعبه. لا ترجعي له الا باللي اتفقتوا عليه. وين الذهب اللي كان بده يشنشلك بيه تشنشل؟ هذول بس. وين العيش اللي كان بده يعيشك اياها؟ اسمعي، انت بعدك صغيره باول عمرك، اذا هسع ما دللك وهو قوي، امتى بده يدللك؟ يا اختي احنا بدنا الوفد. وانا بدي مصلحة فوزية حبيبة قلبي. اسمعي، بترجعي له اذا وافق على شروطك واللي نطق بيها. وانتي ان شاء الله تكوني فهمتي اللي قلته. يما سمعتي اللي قالته ام كامل؟ يا بنيتي عشان تعيشي حياتك لازم تأمني نفسك عن العازه. المختار عنده اراضي كثيره، اطلبي منه يسجل باسمك قطعه ارض تنفعك. المره الشاطره يما هيك بتساوي عشان تأمن حالها وتعيش حياتها، مش تتطلق وتطلع خسرانه من كل اشي. احنا اتفقنا تسجل باسمي دينمارك. دينم؟ شو بدك بيه؟ خذ ناشف احسن لك، الناس عندها موارث وانت عندك دلم. قديش بدك تعطيني ناشف؟ 50 ليرة. شو؟ انت شريت على 70 الدنم، يعني بيطلع لي 70. ابو سليمان انا ما بزعلك. ها يا سيدي، هاي 60 ليرة وتعريفة حمرة فوقهن ما بدفع. وليش خصمت 10؟ بدنا نشتري هدية بيهن لزهرة، انت ما بتهتم بيها وما بخطر عبالك تشتري لها اشي. زهرة صبية وهسع بتقدم توجيهي، لازم تهتم بيها. تعرف لو عندي واحدة مثل زهرة بشنشلها بالذهب. برجع بشرط واحد. ها؟ معلش يابا، ارجعي مع جوزك. برجع بشرط واحد. خلها تشرط اللي بدها اياه. تسجل باسمي قطعة أرض. ايش؟ قصدي ما هو أرضي وكل ما أملك إلك يا فوزية. حتى لو كان إلي،
أنا حابة تسجل قطعة أرض باسمي. حاضر، غالي والطلب رخيص، شو بدك كمان؟ يا بنيتي يا فوزية، شو بدك أحسن من هيك؟ مني بصح لها جوز يدللها ويلبي كل طلباتها وبتزعل منه. ارجعي يمه، ارجعي لدارك مع جوزك واحمدي ربك على هالنعمه اللي انت بيها. بس يوفي بالشرط برجع. لا عيب يابا، المختار وعد وانت ما ظللش حجه. بكره من الصبح بروح على دايره الاراضي وبسجل الارض باسمك، بس تكوني راضيه. مالك ما بتاكل مثل الناس؟ بيشي؟ لا ما بيشي، هيني بوك. عجبك الأكل؟ مبين عليه مش عاجبك. شي مش عاجبني، زلمة ديش. وليش ما قلت عنه زاتشي مثل الأول؟ وين راح كلامك الحلو؟ ولا خلص بطلت تحبني؟ شي بطلت أحبك؟ أنا بحبك وبموت ولا بحبك. بس هسه صرتي مرتي، زمان كنتي حبيبتي وبس، ولازم اسمعك حكي حلو عشان تظلك تحبيني. شو بدي اقول يا دهش؟ قولي اللي بدك اياه. معقول تسكت عن حقي وتسمح للمختار ياخذه مني؟ انا من الاول قلت لك انه ما بدي اشي من هالدنيا غيرك، وهي نخفتك. طيب شو الغلط يقول لنا قطعه ارض نعيش منها؟ من ناحية الغلط مش غلط، بس أنا ما بحكي. حتى ما يقولوا دهش طمع لما تجوز فلحة وصار يطالب بحصتها. امسيكوا بالخير، كيف حالك يا حبيبتي؟ دهش كيف أهلين أم كامل. وبالمهلي بتتعشوا؟ تراني من الصبح على لحم بطني. عسيرة البطن صار بي إشي ولا بعد؟ الجامعة بدرس. طب وانا كمان في الجامعة، بس بعد الجامعة وين بتروح؟ كيف بتقضي وقت فراغك؟ بالبيت بدرس. طب شو رايك تجي معاي اعرفك على شلة شباب؟ اما شو على كيف كيف؟ معلش انا عندي بحث ولازم اخلصه. مرة ثانية عن اذنك. على راحتك. ايوه ايوه صباح الخير. صباح الخير ابو عثمان، خير ان شاء الله. خير ان شاء الله خير. قلت اجي لك على البيت احكي معك، ترى جيت البيت بتلزمها. تفضل تفضل، اهلا وسهلا. يا الله تفضل. يا سائر. يا اهلا وسهلا. اهلين فيك. خير ان شاء الله. جيتك بهالوقت اكيد بي شيء مهم. ترى اللي اجيت بيه بدك تعطيني اياها. ابشر يا مختار، انت عزيز وغالي، اطلب. هذا يا سيدي سلامي نسيبي، السنه بده يرجع للفلاحه، وجاني بده يزرع ارضي معه، وطلب الارض اللي بعتك اياها قبل ايام، وانا جاي توافق له يحرثها ويزرعها مع باقي الارض. بس هيك؟ هاي بسيطه، انت بتؤمر امر يا مختار، بس مهلني اسبوع وبرد لك الجواب. خير، شو بيه؟
يا سيدي هذا بمجموعة من دكاترة الجامعة بدهم يبنوا إسكان وبيدوروا على أرض قريبة من الجامعة مشان يبنوا عليها، وهالساعة بي مفاوضات بيني وبينهم، ممكن أبيعهم إياها. حتى لو بعتهم مش رايحين يبنوا الإسكان قبل الصيف الجاي، يعني سلامي بيقدر يزرع الأرض ويفلحها براحته. إذا بعتها ملكيتها بتروح لغيري، ما بقدر أتصرف بيها. أنا جيتك على دارك وما بدي تفشلني، ما بدي سلامي يسلط علي فوزية، مش ناقصني مشاكل وجع راس. على راسي، تعرف لو بلغي البيعة ما بفشلك يا مختار، بس قول لسلامة ما ينسانا من المونة على البيدر. أنا مش طالبه لا الربع ولا الخمس، هو ذمته. تكرم تكرم يا أبو سعيد تكرم. حوينتك يا هالبيت، بقيت معمور والناس رايحة جاية وهسه بوابك مسكرة. الله يطول عمرك يا هاشم بيك اللي زفتت كل الشوارع. وعلى عملي على عملي نارك يا بني بتحرق بي يا بي. والله يا بني قومي طفيها رشي على القبر لو ساط الماي. مالك ما تطيح؟ بي وراي شغل بعمان الليلة بعد ما تسكر بتمر علي على الدار. بيه شي؟ لو بدي اقول لك هالساعة ما بطلب منك تيجي على الدار، الليلة بتيجيني مش تطول. ها حاضر حاضر يلا. لا ما بوافق. ليش يا اخوي؟ ما هي مسكرة وما بيها ناس، على القليل لما نسكن بيها بدير بالي عليها. تظلها مسكرة ولا تسكنوا بيها يا اخوي. الخش اللي احنا قاعدين بيها المي بتعبر علينا بشتة وبتدلف. مش انت اللي اخترتي دهش واخترتي خشته؟ اتحملي. انت بتعاجبني بعد هالعمر لاني اخترت دهش؟ دهش بسوى 100 زلمة من اللي خبرك بيهم وانا مش ندمانة. مبروك عليك، بس لا تقربيني ولا تطلبي مني اشي. بس انا الي حق بالدار. هذا اللي كنت خايف منه وحاسب حسابه، بعد ما يتجوزك يقعد يلعب براسك تطلبي حقوق. انت بصمتي على ورقة تنازل عن كل اشي اليك. امشي يا فلح امشي، ما بدنا اياه ولا بدنا داره، خشيتنا احسن من داره. احنا همنا نفتح الدار قدام الناس بدل ما تظل مسكرة. تظلها مسكرة ولا تسكنوا بيها. وانتي مش ناوي ترجع على دارك؟ شو ارجع اساوي؟ هذاك ملهي مع الست زبيدة وما بيجي على الدار، وانتي تجوزتي. ارجع اظل قاعدة لحالي بين اربع حيطان شو جابرني؟ والدار تظل مسكرة ومهجورة والناس تحكي علينا؟ هيك اخوك بده، اسكني بيها انتي. مش قابل، بيقول تظل مسكرة ولا اسكن بيها مع دهش. اهلين يا عمتي. هلا هلا هلا. كيف حالك؟ الله يرضى عليك. يا هلا. كيف حالك امه؟ هلا حبيبي هلا. شو منين طالع الشمس اليوم لما تذكرتني؟ من الشرق، بس ما جابني غير المر. خير ان شاء الله. يا عمتي عثمان، انت ليش ساكت على القصير بين؟ ليش ما تيجي وتحكي مع ابوك؟ شو بدي احكي معه؟ هذا ابوي مش اخوي، اروح اقول له انت غلطان باللي سويته؟
وليش ما تقول له أبوك مش بعقله، تارك داره فاضية وساكن بدار بالأجار وببيع من الأرض وبصرف حفوزية. يعني لو رحت له حكيت معه يمكن يطردني ويقول لي هذا مش شغلك، امشي اطلع بر. طيب خلي ام عثمان ترجع تسكن بالدار بدال ما تظل مسكرة. إذا حكيت مع أمي كأني بطردها من بيتي، وأنا مرتاح لقعدتها عندي لأنها بتدير بالها على الأولاد طول ما إحنا في الشغل. وبعدين أنا مريضة، كل ما مني بوجعني، هون أقرب على التكاتري براجعهم وقت ما بدي. بدك إياني أرجع هناك للهم والغم، إيش وجابرني؟ طيب أنتي عمتي ليش ما تسكن بي وتفتح دار أبوك بدل ما تظل مسكرة؟ كيف أترك بيتي هون وشغلي وشغل مرتي وأسكن هناك؟ مثلك مثل هاللي بيجوا عشغالهم وبروحوا كل يوم. لا صعب علينا وعبير ما بتقبل. يا جماعة غلط اللي قاعد بصير بينا وغلط نسكت عليه. يا عمتي أنا مرتاح هون، وأمي لو قعدت فوق راسي على قلبي أحلى من العسل، وغير هيك ما بدي. ورضك اللي قاعد ببيع بيها قطعة ورا قطعة وبصرف حكا على بنت سلامة، ما بدك إياها؟ ما هو قال لي أبوي طول ما أنا عايش مالك إشي عندي، ولما أموت ورثني. هذا ضي خلالك إشي ورا تورثه. ما هو يا عمتي أنت غلطتي وسمحتي له يبيع، مش لازم تعطيه الوكالة. ولا كان أنت الوحيد اللي بينا بتقدر تمنعي وتحكي معه؟ ما هو أنا اللي لازم أوكلي الكف على وجهي. أبو عثمان. نعم. قوم روح على السوق جيب لنا فواكه وتسالي، بزير وقضامة وفزدق وشوية قهوة. وليش هذول؟ شو بيعنا؟ اليوم العصر بي عندنا زيارة، صاحباتي اللي تعرفت عليهم في الصالون، اتفقنا كل أسبوع نعمل قعدة في بيت واحدة فينا، واليوم القعدة عندي، عندك مانع؟ لا هسا بروح على طول. آه صحيح نسيت أهم شغلة. وشو هي؟ الجاتو. شو هذا؟ جاتو يعني كيكس. انت روح لكافيتيريا أبو سعيد وقول له بدي قالب جاتو. جاتو؟ أيوة. طيب بس إن شاء الله ما انسى اسمه. انت ظلك قول اسمه طول ما انت ماشي لبين ما تصل. جاتو. صح جاتو 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 جاتو. تفضل. شكرا. السلام عليك. على عافية. أهلا أهلا يا مختار، الله عافيك. بدي تسالي بزر وقضامة وفزدق. وقديش بدك؟ ها؟ وزن وقيتين. ولا أقول لك خليهن ثلاثة أحسن تسوي لنا مشكلة. تعرف يا مختار إني صرت أغار منك. ليش؟ وشو هالعز اللي أنا بيه لما تغار مني؟ كل هالعز اللي أنت بيه ومش عاجبك. عندك صبية داير بالها عليك، تسالي وفواكه. هذول عشان الستات اللي جايات تزورنها اليوم، هو أنا إلي سنان تكسر بزر وقضامة؟ أنو ستات؟ هذول اللي بروحن على الصالونات متفقات يساوين زيارات، وكل مرة عنده حدي، واليوم القعدة عند فوزية. يا نيالك، وانت بتقعد معهن يا مختار؟ ها؟ وشو أقعد أساوي بين النسوان؟ بعدين فوزية ما بتقبل. يلا يلا استعجل لك شوي، خليني أروح أشتري الفواكه. يلا. مش بعقله مش بعقله يا خيتي مش بعقله، كأنه معمول له عمل. ولا بي واحد بيقبل يترك داره ويسكن بالأجار ويبيع أرضه كلها ويصرف حقها على فوزية وأنا أخته؟ بيحرمني من حقي، بيحرمني من حقي يا خيتي، بيحرمني من حقي. وما بقبل أسكن بالدار. تعرفي بدي أدلج على هالواحد، تروحي له وتحكي معه، هو اللي بيقدر يوقف أبو عثمان عند حده. أنا عارف كل إشي وحزنان على اللي صار له، لكن ما باليد حيلة، شو بقدر أحكي معه؟ اضغط عليه، سمعه كلام قاسي، أنت الوحيد اللي بسمع كلامك، يمكن على يدك يتغير ويرجع لعقله.
هذا الحكي كان زمان يا اختي لما كنا عايشين مثل العيلة. هسا الزمن تغير، بطل الواحد يمون على اخوه. بوعدك اني اشوفه واحكي معه مع اني عارف النتيجة سلف. اللي بدي اياه انه يرجع يسكن بداره اللي مسكرها وساكن بدار بالاجار، ويبطل يبيع من الارض. المختار اكيد في حدا بلعب براسه لما صار هيك. ابو السعيد هو السبب، هو اللي سعب جيزته، وهو اللي شرى ارضنا بتراب المصاري مشان يصرف على فوزيه بنت سلامه. مين؟ اطلع على النار. فتحي شو جابك لهون؟ جاي اعرف مكان سكن. هي شغلة صعبة إن واحد يعرف مكانك. بعدين أنا جيعان بدي أكل. في عندك أكل؟ شو؟ ملوخية؟ ولا فين ملوخية؟ من عند الجيران. آه يا خبيث مدكن. أقعد نهار قاعد في البيت. أقول لك شو رأيك تروح عند جارتك؟ كلها صاحبة أجا عندي ورجت منها صحن كمان واحد. فتحت شو جابك عندي بهالوقت؟ مش لما نتعشى بالاول؟ هذا هو الموجود وغيره ما بي، وجود من الموجود. مش هيك احنا بنقول؟ يا اخوي عدنان انا سرقت يا اخوي، مصاري كلهم راحوا مش عارف شو بدي اسوي. لا انت ما انسرقت ولا نيلا، انت خسرتهم بالكباريه. شو عرفك؟ كنت هناك؟ انا ما بروح على هيك محلات، انا مش جاي اتفسح هون، انا جاي ادرس وارجع لبلدي. طب انا كمان جاي ادرس، بس يا اخي ساعة لك ساعة لربك، مش كل وقت دراسي. لا أنا كل وقت دراسة لأنه لازم يكون هيك. شو بدنا نقنع بي يا هاشم بيك؟ الرجل اتجوز بنت أصغر منه بخمسين سنة وطول نهارها تلعب بيه لهم. إحنا مش لازم نسكت، الرجل بهمنا، إحنا الثلاثة لازم نقعد معه ونقنعه بلكي يرجع لصوابه. أنا بقيت مفكرك بدك تحكي معنا عن انتخابات البلدية وما خطر ببالي المختار وسوالفه. البلدية وانتخاباتها مطولة، مش هسه وقتها. أنا رأيي الحكي مع المختار ما في من وراء إلا سواد الوجه إلنا كلنا. ليش؟ لأنه هذا الحكي لازم سويناه من الأول ونصحناه إنه ما يتجوز، لكن هسه فات الأوان والفاس وقع بالرأس. إحنا بنعمل اللي علينا وبنحاول نقنعه يرجع لبيته ويدير باله على باقي الأرض اللي ضايلة. منكون هيك عملنا اللي علينا. اللي بتشوفه احنا موافقين عليه، ولو اني ما بحب لا اشوفه ولا احكي معه. انا ببعث له بكره يجي يسهر عندي هون وبتكونوا انتم موجودين كمان. بس قبل ما نحكي معه لازم نشوف سلامة ابو مرته ونبهدله. بعد هو كمان لازم يحكي مع بنته، يعني اذا فوزيه حاكم المختار بحكم السن وماشي مثل ما بدها هو لازم يشوف بنته ويحكي معها، ولازم يمزع رقبتها مزع. احنا لازم نحكي على الانتخابات الجاية ونتفق على رئيس جديد غير هاشم. هذه مفاجأة ما كانت على البال، شو اللي جابها على بالك أبو السعيد؟ أنا مش قلت لك إنه هاشم مش راح يفرح بيها بعد عملته معه مع عدنان وعدنان؟ وحتى ما ينجح لازم نبدأ نشتغل من هسا. بس هاشم بيك محبوب عند الناس لأنه بيخدمه وبيمشي معه. محبة الناس لحالها ما بتكفي، إذا أقنعناهم إنه مش مهتم بالبلد وتاركها سايبة بغيروا رأيهم بسمعونا. بعدين البلد قاعد العمار بنشر بيها مثل النار بالهشيم. البلد لا بيها أرصفة ولا شوارع ولا عمال نظافة ولا نوادي ولا منتزهات. البلدية ليش انوجدت؟ انوجدت مشان تقدم خدمات للناس، وهاشم مش مهتم. بعدين تعال أقولكم، هي ورثة عن أبوه بكفيه. أنا برشحك أنت تنزل للرئاسة. أنا يا أبو سليمان مش طمعان بيها، وإذا طحت ما بنجح، بس أنا بدي أدعم مرشح ونجحه وأنزل معه عضو مجلس. مين هو مرشحك؟ أنت. أنا؟ صعب، ما بقدر، بعدين نجاحي مش مضمون. إذا بدنا نضمنها لازم نشتغل عليها من هسا. أنا مش فاضي للبلدية، وأنت بتعرف أنا وراي مصالحي، بعدين أنا بادي مشروع كبير في عمان، إذا دخلت البلدية بخسره. والبلدية شو بدها تأخذ من وقتك؟ ساعتين باليوم والباقي لشغلك. وأنا معاك نائب رئيس بساعدك إذا كنت مشغول.
طيب خلوني أفكر وأدرس الموضوع مليح، ما بدي أتورط. أدرس على كيفك واحسب على مهلك، بس لازم تعرف إنك المرشح القادم. اسمعوا، أنا بي عندي اللي يجيب لنا أصوات كثيرة. منو؟ فوزية مرت المختار، صايرة تساوي قعدات للستات اللي تعرفت عليهن بالصالون، بنقولها يقنعن جيزانهن ينتخبن جلال بيك. وأنا بضيفهم كامل لأنها بتعرف كل نسوان البلد. شو؟ مش شايف؟ منين هاد؟ امبارح كانت وحدة من اللي زاروني لابسة مثله، اليوم نزلت على السوق واشتريته، حلو مش هيك؟ وقديش حقه؟ 50 ليرة، رخيص مش هيك يا ابو عثمان؟ 50 ليرة؟ وشو ظل معنا؟ أخذت المصاري واشتريت بيهن؟ ومن أنا أجيب لك مصروف هسع؟ شو أسوي لك يعني؟ اشتهيت ألبس مثل صاحبتي واشتريته. منين أجيب لك مصاري يا فوزية؟ اتداين من أبو السعيد، أنا اللي بيعجبني لازم أشتري. هذا كثير يا فوزية، كيف تأخذ المصاري اللي مخبيهن للعازي وتشتري بيهن ذهب؟ أنا ما ظل عندي أرض للبيع. بيع البيت بدل ما هو مسكر وفلحة عينها عليه، شو بدنا بيه؟ أبيع بيتي؟ بدك تبيعيني بيتي يا فوزية؟ أبيع بيتي لعيلي، بيت المختار، أبيع بيت المختار مشان أصرف حقه عليك. ما دام ما ظل عندك إشي تبيعه، بيعه. صدق اللي قال، يكفيك شر من كان جعان وشبع. وانت يا فوزية جعاني ومش بنت أصل. أنا أصلي أحسن من أصلك، أنت اللي ما عندك أصل. أنت حرمت ابنك من كل مالك وحرمت أختك من الجيزة مشان ما يجي واحد ويشاركك بحصتها من الأرض، ولما تجوزت دهش بصمتها على تنازل عن كل حقها، وتجوزتني وانت أكبر مني ب40 سنة، وطردت مرتك اللي عاشت عمرها كله معك على الحلوة والمرة عشان نفسك، وهسع منو بينا قليل الأصل؟ اللي انظلم ولا اللي ظلم يا ابن الأصل؟ الله يا جماعة يا أخوان، غدا المجبرين عندي، ما حدا يتأخر، ما حدا يروح على داره، افلحوا يا أخوان. الله يبارك فيك يا هاشم بيك. رحمة الله عليك أبو عثمان، موت وخسارة إلنا كلنا في هيك مواقف، كان أول واحد يعزي، أنا حزان عليه من كل قلبي. أبو عثمان رجل فاضل وقليلين أمثاله، ضاع منا وإحنا بنتفرج عليه. كل واحد بالدنيا بأخذ نصيبه، أنا مش رايح عند هاشم بيك. لا لا يا أبو السعيد، هاي مش منيحة منك، في هيك مواقف الواحد بنسى كل إشي، لحظة الموت صعبة والإنسان بتذكر فيها نفسه، بندم على كل إشي عمله غلط. مظبوط بتحكي يا جلال بيك، لكن أبو السعيد ما بهمه، وهو واقف فوق القبر بكون له حساباته. طبعاً الحساباتي، هاي دعاية انتخابية، أنت كان لازم تعزم. بهيك مناسبات المرشح الذكي بيستغلها مشان يكسب أصوات. لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله، ما إلنا نصيب نشوفه ونقعد معاه، منيته سبقتنا. الله يعوض عليك يا سلامة. الله يسلمك. شو اللي صار معه؟ صابته سكتة قلبية وهو قاعد بالدار من القهر، ما قدر يتحمل.
شوف 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 شوف، مش عاجبه الحكي. من عمايل بنته صابته السكته، اي علي يلجي لو اني انا القاضي لحكم عليها بشنك. يا رجل حرام عليك. اوه اوه هي شو ذنبه؟ بكفي جوزوها له. يلا يا جماعه تفضلوا يا اخوان، يلا يا اخوان تفضلوا. لا حول ولا قوه الا بالله. شرفوا يا اخوان، شرفوا. تفضلوا يا اخوان، شرفوا يا اخوان. الله يرحمك يا ابو عثمان، الله يرحمك. كان جمعت البلد وحاميها وما بي واحد دخل داره الا وطلع راضي. الله يرحمك يا ابو عثمان. الله يعوقك انت وكذبك بس. لولا رحت لها على بيتها ولا كان فضحتنا بالبلد كلها. مليح اللي بنتك دبرت حالها بحياته، يعني طلعت بشي ينفعها. سايق الله عليك، سايق الله عليك بكامل دسوقتي. الناس بيش وانت بيش. خيتي اللي مات الله يرحمه، أنا قلبي عليها، مش أنا جدتها، وأنا اللي سعيت بجيزتها. أسكت 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 أسكت. أنا بدي أشكي عليها وأحطها بالسجن. من هي؟ فوزية. شو دخلها فوزية؟ ليش تحطها بالحبس؟ أنا سمعتهم بإذني بيقولوا إنه هي السبب في موته. شو يعني؟ حطت له سم بالأكل؟ كان الدكاترة عرفوا. وبعدين ليش تتسمه؟ وهو باعنا كلنا عشانها. باع أرضه وصرفها عليها. اتركك يما من هالكلام، انت عقلك كبير، لا ترخذنك للقيل والقال. ابوك مات من زمان، من يوم ما تجوز فوزية. انت السبب يا ابو السعيد، ظليتك وراه لما قضيت عليه. انا اللي جبته السكتة القلبية؟ ايوه انت، جيزته من فوزية هي السبب، اقنعته يتجوز بنت اصغر منه وما قدر يتحمل. اذا جيزته من بنت صغيرة تقضي عليه، ليش يسمعني؟ ليش يوافق؟ إذا ما كان بخاطره ما بوافق. بعدين يا أبو سليمان إذا بقول لك ارمي حالك كبير وبتعرف إنه خطر على حياتك ترمي حالك؟ شو هالكلام الفاضي اللي جاي تسمعني إياه؟ أنا كلامي مش فاضي يا أبو السعيد، لأني بعرف كل إشي وبعرف شو كان بدك منه. أنت حفرت له هالحفرة ووقع بيها وما طلع منها. أنت مالك الليلة؟ هل قد متأثر بموت المختار؟ طبعا موت المختار قتلني، ندم لبسني البوس. كنت كل يوم بشوفه بموت وانا ساعدت بموته. رفضت دينه سكر ورز وشاي مشان يروح عندك وبيعك من ارضه. انت شو بدك من هالدنيا يا ابو السعيد ومن المال اللي عندك؟ ما دام ما عندك ولد يورثك، يمكن عشان هيك حاقد على الناس وما بتحب تشوف حدا مرتاح. مخالبك طولن يا ابو سليمان، صار بدهن قص. ليش سويت بي هيك يا ابو سليمان؟ ليش قتلتني؟ ليش سويت بي هيك يا ابو سليمان؟ ليش قتلتني؟ ليش سويت بي هيك يا ابو سليمان؟ ليش قتلتني؟ لا انا ما قتلتك،
ما قتلتك. لا ما قتلتك. ما قتلتك. مالك؟ تحكي مع حالك؟ وين زهرة؟ روحي نادي لي عليها. حاضر. يا زهرة، زهرة تعالي ردي على ابوك. قيمي لك قيمي، ما بدك. لا حول الله يا ربي. حاضر حاضر. نعم يابا. يابا يا زهرة روحي توضي والبسي على راسك وهات القرآن اقري منه كم من سورة. يلا يابا. حاضر يابا.